مرحبا مواليد برج القوس، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 11 للأحد 17 أدار مارس؟ شو في عنا بهيدا الأسبوع؟ هيدا الأسبوع طبعا نحن موجودين تحت تأثيرات الشمس الموجودة برج الحوت، حكيت عن هذا الموضوع مطولا بالأسابيع السابقة وأيضا ببرجكم الشهري. المهم أنه هيدا هو الأسبوع الأخير يلي الشمس بتكون فيها ببرج الحوت، فالمفروض أنه تكون هذه نهاية المعاناة إن كانت نفسية أو عائلية. الحلو انه كوكب الزهرة رح ينضم لبرج الحوت ابتداء من يوم الاثنين، يعني مطلع الاسبوع، هيدا معناتها رح يخفف هالمعاناة بدرجة كبيرة وقد يحمل خبرا سارا. خلونا نشوف كيف بدها تكون الاحوال الفلكية. البداية مع التنين والثلاثة يلي مش بس بيستقبلوا الزهرة ببرج الحوت، لكن أيضا عندهم القمر موجود ببرج الحمل الصديق لألكن، هو برج ناري عم بيساعدكم بقوة، عم بيمهدها قدامكن، عم بيسمح لكم أنه تتصرفوا بطريقة على ذوقكم وتكونوا مرتاحين، يكون يبطل فيه ضغط عليكم، الجو بيصير مريح أكثر لألكن ولأعصابكم. ومش بس هيك، نوعية الوقت مهمة جدا، إن كنتوا طلاب، إن كنتوا بتشتغلوا، إن كنتوا ما بتشتغلوا، كنتوا عم تدوروا على شغل، الأجواء حلوة وهني أفضل يومين في هذا الأسبوع عم نحكي نسبيا وفلكيا. الأربعاء والخميس بيكتر عليكم بعض الشغل لأنه عم بتروحوا وتجوا، لأنه عملتوا حركة التنين والثلاثة، أخذتوا مبادرة، صار في حركة بناءة وعم تركضوا فيها حتى بتكمل معكم هالعجقة للأربعاء والخميس. طبعا يمكن تتعبوا شوي، مطلوب منكم إنكم تعرفوا تختاروا نوعية الوقت، بأي وقت ظهرين تبتعدوا عن العجقات، كما إنه ما تفكروا حالكم إنه مأسورين بوقت، يمكن بضغوط معينة، بوجبات معينة. هذه مسألة عادية، الكل طبعا بده يعيشها، واجبات ومسؤوليات، فالجو وإن كان متعب مطلوب منكم أنه تكونوا منتبهين لحالكم، عاملين حساباتكم، ما تهلكوا حالكم صحيا ونفسيا وجسديا. الجمعة والسبت القمر معاكسكن من برج الجوزاء، هيدا معناتها في بعض التحديات يلي في يكون لها علاقة بمسألة بتتعلق بأحد أفراد العائلة أو ببعض الأمور يلي أو الأشخاص، ظروف يلي أنتم مش متوقعينها، أشخاص غربة بتلتقوا فيهم على الطريق، بالشغل، يمكن بالمول، وين ما رحتوا، وبحياتكن الاجتماعية، فمطلوب منكن أنكن يكون نفسكن عميق وباردين وهادين ورزينين لحتى الجمعة والسبت يمرقوا وتكونوا انتوا الربحانين. مين ما جرب يزعزع هالهدوء اللي عندكم ما تتأثروا بتاتا. من ناحية الإيجابية، ايه في تأثيرات حلوة من الزهرة اللي معقولة تقلب العدو إلى صديق لألكن، ويمكن يكون في لقاء عاطفي جيد. الأحد 17 نفس الجو حتى الساعة 12 إلا تلت قبل الظهر توقيت بيروت، بيروح بعد القمر لبرج السرطان. هون مع القمر برج السرطان بتبلش تخف الأجواء المعاكسة، والهم بيروح نوعا ما، تبلشوا ترتاحوا وبتحسوا أنه خي بلش الأسبوع شوي شوي ينتهي أو يبدأ حسب وين عم تسمعوني بطريقة جيدة. جميع مواليد برج القوس فيها تقضي أسبوع ممتاز طبعا، لأنه مواليد برج القوس إجمالا ببعدوا عن المشاكل ما بيدوروا عليها. إذن تابعوني مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.